يا ترى مين أكتر 5 دول عربية بتستهلك لحوم في شهر رمضان؟ أولاً كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. من كام يوم كده حبيت أعرف مين أكتر دول بتستهلك لحوم في شهر رمضان، ولما عرفت حبيت أعرفكم معايا، فيلا بينا نعرف مع بعض. في المركز الخامس تيجي دولة الإمارات بحجم استهلاك حوالي 60,000 طن شهرياً من اللحوم بجميع أنواعها، وعدد سكان الإمارات حوالي 9,600,000 نسمة، وده معناه إن متوسط استهلاك المواطن الإماراتي اليومي حوالي 200 جرام من اللحوم. وفي المركز الرابع تيجي دولة العراق بحجم استهلاك حوالي 75,000 طن من اللحوم شهرياً، وعدد سكان العراق حوالي 46,250,000 نسمة، وده معناه ان متوسط استهلاك المواطن العراقي في اليوم حوالي 50 جرام بس من اللحوم. في المركز الثالث تيجي الجزائر بحجم استهلاك حوالي 80,000 طن من اللحوم كل شهر، وعدد سكان الجزائر حاليا حوالي 46 مليون نسمة، وده معناه ان متوسط استهلاك المواطن الجزائري في اليوم حوالي 60 جرام من اللحوم بجميع انواعها. في المركز الثاني بقى تيجي المملكة العربية السعودية بحجم استهلاك ضخم من اللحوم بجميع انواعها، بيوصل ل 240,000 طن كل شهر، وعدد سكان المملكة حوالي 37,350,000 نسمة، وده معناه ان متوسط استهلاك المواطن السعودي في اليوم حوالي 250 جرام من اللحوم بجميع انواعها، وده على فكره يعتبر من اعلى متوسطات الاستهلاك في العالم العربي وفي العالم كله عموما. في المركز الاول بقى تيجي ام الدنيا مصر بحجم استهلاك شهري حوالي 300,000 طن من اللحوم بجميع انواعها، وعدد سكان المحروسه بسم الله ما شاء الله حوالي 108 مليون نسمه، وده معناه ان متوسط استهلاك المواطن المصري في اليوم حوالي 90 جرام من اللحوم بجميع انواعها، والارقام دي انا جمعتها بناء على الاحصائيات الرسميه الموجوده من الجهات الرسميه في كل دوله من الدول دي، وده كمان بالاضافه لاحصائيات البنك الدولي واحصائيات منظمة الأغذية والزراعة العالمية الفاو. والغريب في الموضوع انه برغم ان مصر تحتل المركز رقم 147 من ضمن 192 دولة في معدل استهلاك اللحوم العالمي، لكن منظمة الصحة العالمية بتقول ان متوسط الاستهلاك المثالي للإنسان في اليوم بيوصل ل 100 جرام تقريبا يوميا. ولكن هنا لازم نحط في الاعتبار ان 90 جرام اللي بنتكلم عليهم لكل مواطن في اليوم دول مش بيتوزعوا بالتساوي زي ما قلنا بالظبط، لكن في نسبة معتبرة من المصريين واقعة تحت خط الفقر ومش بتشم اصلا اللحمة دي لمدة يومين وثلاثة ويمكن اسبوع كمان واكتر، فاكيد الكلام ده بيعمل مشكلة كبيرة بالنسبة لأمراض فقر الدم وسوء التغذيه بالنسبه لكتير من المصريين، ويمكن كمان اخواتنا في العراق واليمن وكتير من الدول العربيه عندهم نفس المشكله، فربنا يكون في عونهم جميعا. وبس كده يا سيدي، السلام عليكم.